قابل أبي أباها وهما يتوقان لإتمام الخطبة. قريبا سيرحبونك. لو أنني أستطيع الوصول إلى ذلك بعد المحكمة، إنه يعاني مشكلة. الأمير على صاحب الشرطة، أحدهما كان سيموت حتما. أيها الناس، أنهما كان يتجادلان بشأن حصان الميت. ما زلت لا. أيها المسافرون، ماذا لو أصابكم المرض في سفركم؟ إلى الفقير والحاج، وإلى الرجل الذي ليس لديه طبيب يعوده. اسمعوا وتفهموا. نشر الشيخ الرازي رسالة جديدة، من لا يحضره الطبيب ابحثوا عن أعراضكم بين صفحاتها واكتشفوا علاجها. هل يمكنك تشتيت انتباهي هنا؟ اذهب إلى مكان آخر. مهلا، كفر عن ذنوبك. لا تأبه لي. ما قد يتفل بها.
مقابلات تعقد في مناطق واسعة. فأبلغ، تبين أن هذا من عمل علي، فعلينا أن نبلغ الصاحب. بخصوص السباقات، اذهب من دوني، سأحظى بليلة هادئة وأنعم بالنوم. أشعر بالإرهاق. دي بروبليما يا شيس. الخزر أقوياء بالطبع. لا أقوى من زبائن. من أجل حاسيا ما لم تشتري الطين. أنصتوا يا من ستسافرون. يحذركم صاحب الشرطة أن الطرق خارج بغداد تعج بالمجرمين. خاطروا بالذهاب إلى هناك على مسؤوليتكم. يا أهالي بغداد، يحذرنا علماؤنا من أن الدلائل تشير إلى حدوث فيضان على ضفاف نهر دجلة هذا الموسم، لذا نرجو تأمين منازلكم والحصول على الجص تحسب الصحات اللازمة. أتعرف كم تبقى من الوقت لدينا؟ أنا أعرف، وقت طويل للغاية. حسناً، على سأهرسك أيها العنكبوت. أنت، كف عن ذلك أيها الكلب. أنت أيها الوقح اللعين. تعال من هنا، سنتكفل بالأمر. لن يفلت بفعلته. انطلقوا. حسناً. لا حل، لن يحالف الحظ الجبان هكذا المرة المقبلة.
أتخشون مرض أطفالكم؟ أتحملون هم راحتهم؟ يناشدكم الخليفة أن تلتمسوا المشورة في عمل الشيخ الرازي الجديد، رسالته في طب الأطفال. أي بلاء يجعلك تتضرع مجاهراً هكذا؟ آه، ربما قد أجيب دعائي. هل لا تساعد راهباً متواضعاً على تقديم عزائه؟ أنت مسلح رغم أنك راهب. كنت رجلاً عاتياً في حياة سابقة، أسعى الآن للتكفير عنها بخدمة إلهي. إلا أنني سأعترف، بعض مهاراتي القديمة قد ساعدتني كثيراً في الاطلاع بعمله. يمكنني احترام محارب تلقى نداء أعلى، ما الذي تحتاج إليه؟ أبحث عن قديس مدفون في قبر قديم مكسو بالعشب، لكنني لا أستطيع قراءة شواهد القبور. مهمة بسيطة، سأرى ما يمكنني العثور عليه. بنديكت المكفهر، رجل نهم. لا أعتقد أن المسيحيين يقرون الشراهة. جون الشيرازي راهن أكثر مما جنى، لكنه شارك مكاسبه دائماً. رجل كريم، لكنه لا يستحق التقديس. ليو المستنير، لم تفق حكمته سوى تقواه. ها هنا شخص يستحق الإجلال. أيها الراهب، أعتقد أنني عثرت على قديسك. حمداً للرب، علي استعادة عظامه قبل اكتشاف أمرنا. ظننت أنك هنا لتقدم تعازيك وليس لسرقة قبر. عظامه تنتمي إلى الكنيسة وستكون أفضل حالاً بين المؤمنين بدلاً من تعفنها في التربة. إذا لم تكن كنيستك ستعترض، فمن أكون لأحكم؟ إن واحداً فقط هو الذي تهم أحكامه وسيكون غفوراً. مهلاً، توقف. للأسف رجال الخليفة ليسوا متسامحين مع نبش القبور دون تصريح. اشرحوا موقفكم أيها الحثالة القذرون أو موتوا. إنهم مدانون بجرائم أبشع. سامحني يا إلهي، لكن هناك أوقاتاً لا سبيل فيها غير استخدام العنف. على ذلك نتفق. عليك اللعنة بك يا آكل. لم تكن هناك طريقة أخرى لحل هذا. لا يفهم هؤلاء الرجال سوى العنف والوحشية. لقد نفذت مشيئة الرب يا صديقي، سيباركك بالحظ الطيب. ألبي نداءً مختلفاً، لكنني لن أرفض القليل من حسن الحظ الإضافي. Thank you.
في أثناء عودتنا. ماذا ترى يا إنكيدو؟